هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام، والنداء الأول أتممنا لحضراتكم للعشر المراكز الأولى المنطلقة والمتواجدة في هذا التحدي الصباحي على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم اللي نشاهد فيه هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع سن الثنايا ورحلة الثمانية كيلو مترات. للعودة إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى السيطرة الواضحة أمامكم، شعلة شعلة اللي مسيطرة على زمام الأمور ومنطلقة على المركز الأول يقدمها لنا على المقدمة الأولى، ويتابعها محمد بن حمد بالقرين العامري اللي قادمة من العين من ميدان بوسمرة، قادمة في مقدمة هذا الشوط وفي هذا التحدي الصباحي الجميل. بينما في ثاني المراكز هذه المنطلقة على ثاني المراكز الديبة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري معلنة هذا التواجد على ثاني المراكز، بينما يليها في المركز الثالث، المركز الثالث متواجدة هذه مياسة لراشد بن عبد الله بن علي بن يوسف من تحتل المركز الثالث، بينما في رابع المراكز شعار الموج الأزرق قادم على المركز الرابع ليقدم لنا زعفران سعيد بن عبد الله بن فاضل المزروعي يحتل المركز الرابع، بينما في خامس المراكز هذه اللي تتسلل من مركز إلى مركز آخر لتتقدم على خامس التحديات الذيب المحمد بن سهيل بن عويضان العامري قادمة مع المركز الخامس، بينما في سادس المراكز متواجدة هذه علاج لمحمد بن طعيب بن حمد بن غدير الاكتبي يحتل المركز السادس، بينما في سابع المراكز هذه هي شقرة بشعار محمد بن حمد بن مية العفاري منطلقة على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز متقدمة هذه هي حربة للنخير بن محمد اليبهوري الظاهري محتلة في المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز اللي متواجدة على المركز التاسع والمنطلقة هذه جميلة لحربي بن محمد بن كمد العامري واصلة ومنطلقة على المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز هذه هي نشوة من تحتل المركز العاشر بشعار سعيد بن عتيق بن فتر الرميثي. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات اللي منتثرة في صباح هذا اليوم والمنتشرة والمختلفة بألوانها التي تتنافس لنيل شرف الفوز والانتصار على أرضية الميدان الذكي ميدان المرموم في دارة الدنيا دبي. هذه هي الانطلاقات وهذه هي الأسماء التي متنافسة ومنطلقة في تحديات هذا الشوط. أكملنا لحضراتكم مشاهدين الكرام النداء الثاني لمسامعكم عشاق الأصالة أينما تابعون في جميع أقطار العالم عبر قناة دبي ريسينج. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى سكان المقدمة، إلى الإثارة، إلى المنافسة الغوية اللي تدور على مقدمة هذا الشوط. هذه الشعلة اللي سيطرت من البداية وهي محافظة على مركزها المتميز في مقدمة هذا الشوط، يقدمها محمد بن حمد بالقرين العامري منطلق رع الخشمة منطلق ومسيطر على المركز الأول، بينما في المركز الثاني اللي تقدمت من الجانب الآخر هذه الذيبة اللي قادمة بشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري متواجد على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه اللي قادمة على المركز الثالث الذيبة كذلك منطلقة على ثالث المراكز، يقدمها عامر بن حمد بن عفصان المنصوري منطلق على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذه اللي قدمت على المركز الرابع وتقدمت بهذه المنافسة وهذا الأداء الجميل مياسة راشد بن عبد الله بن علي بن يوسف يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس، المركز الخامس رأى شعار الموج الأزرق قادم ويتسلل على المركز الخامس قادما بهذا الأداء التي تقدم لنا مشاهدين الأعزاء زعفران سعيد بن عبد الله بن فاضل المزروعي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس هذه اللي وصلت واللي تقدمت الشايب بشعار راشد بن بطي بن محمد الغفلي شعار المهندس يحتل المركز الثامن قادم بقوة في هذا الاندفاع الجميل، بينما في المركز السابع، المركز السابع اللي تقدمت هذه هي اللي وصلت شايب
يقرا بشعار محمد بن حمد بن محمد بن مية العفاري قادم على المركز السابع بينما في المركز الثامن تقدمت هذه نشوه اللي بدات تنتشي بشعار سعيد بن عتيق بن فتر الرميثي بينما في تاسع المراكز اللي قادم حرب النخير بن محمد اليبهوني الظاهري قادم على المركز التاسع بينما في عاشر المراكز من الاسم المتقدم والمتسلل من الزاوية اليمنى الصعبة هذه العنود اللي منطلقة على المركز العاشر بشعار محمد بن عتيق بن علي الاكتبي يحتل المركز العاشر في هذا الاندفاع. هذه هي المراكز الاولى، هذه هي السيطرة من العشرة المراكز الاولى اللي مسيطرة على مقدمة هذا الشوط، ولكن رأى اسماء قوية ما بعد العشر المراكز اللي لم يحين موعد دخولها ونداها للعشر المراكز الاولى، لكن نترقب الاثارة، نترقب المنافسة، نترقب السرعة والتحدي والاثارة اللي ستبدأ مع الكيلو المتر النهائي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الإثارة، إلى المنافسة الغوية اللي سيطرت الذيبة، على المركز الأول محمد بن سهيل بن عويضان العامري اللي سيطر على مقدمة الشوط. أبو حمد ينطلق وباحثا عن ناموس هذا الشوط، ولكن اللي انطلقت وتسللت هذه الشايبة بشعار راشد بن بطي بن محمد الغفلي، بدأ يغير المهندس موازين الشوط، بدأ يندفع بالشايبة على المركز الأول بينما في ثاني المراكز هذه شعلة اللي قادمة على المركز الثاني بشعار محمد بن حمد بالقرين العامري منطلقة على المركز الثاني بينما في المركز الثالث هذه اللي تقدمت من الزاوية اليمنى الصعبة في هذه الانطلاقة الجميلة. ما شاء الله، نشوة 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 لسعيد بن عتيق بن فتر الرميثي على المركز الثالث بينما في المركز الرابع العملاق العناوي قادم بقوة وقادم بمنافسة. يا سلام اللي وصلت، هذه هي الهدة، نعم اللي انهدت في هذه الانطلاقة الجميلة. محمد بن ناصر بن سعيد الكتبي يحتل المركز الرابع بينما في خامس المراكز زعفران لسعيد بن عبد الله بن فاضل المزروعي اجواء الكيلو المتر الاخير وجولة الوامر النهائية، ولكن الشايبة اللي مصرة على مقدمة الشوط اللي منطلقة على المركز الاول في هذه اللحظات راشد بن بطي بن محمد الغفلي، ولكن المنافسة اللي بدأت الانطلاق بشعار بن عويضان، شعار بن عويضان اللي غير مع الذيبة اللي انطلقت ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز اللي تقدمه لنا على المقدمة الذيبة محمد بن سهيل بن عويضان العامري. سعدت صباحا يا هالي منطقة ند الشبا على هذا الأداء اللي تقدم الذيبة والعروض اللي تبهر بها مشاهدين الكرام عشاق الأصالة. سلام وسلام عليكم يا أهل منطقة ند الشبا، واسعد الله صباحك يا أبو حمد على هذا الفوز التي تقدم لنا الذيبة لحظة وصولها واختطاف لناموس هذا الشوط. هذه هي الذيبة مؤكدة هذا الفوز وهذا الانتصار لمالك محمد بن سهيل بن عويضان العامري الشايبة اللي احتلت المركز الثاني لراشد بن بطي بن محمد الغفلي، ثالثا الهدى لمحمد بن ناصر بن سعيد الكتبي، رابعا مشاهدين الأعزاء اللي احتلت الشرود لسعود بن سالم سعيد المنعي، والمركز الخامس فأصبح من نصيب الرائدة لحمد بن علي بن شطيط الوهيبي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للخمس المراكز الأولى. شاهدت الإثارة، شاهدت المنافسة الغوية التي حضرت في هذا الشوط. هذه هي لحظة الوصول من الذيبة، قطعة 8 كيلومترات
في زمن مقدار في 12 دقيقة 49 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، مهدي أهالي منطقة رد الشباء ومهدي ملك محمد بن سهيل بن عويضان العامري هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلت فيه الشايبة قاطعة مسافة السباق في 12 دقيقة 54 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا وناموس لمالك راشد بن بطي الأغفلي، والتهنية للمهندس المركز الثالث اللي وصلت فيه الهدى. توقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لمحمد بن ناصر بسعيد الكتبي، تهانينا وناموس للجميع.